ماتش تونس. تمام. وبعد المباراه بقى وعندك باي وعندك الجزائر وليبيا. تمام. يمكن الست ايام بتوع ماتش الجزائر وتونس اللي هو الفرق بين الجزائر وتونس اصعب ست ايام بقى. شوف بقى الخمسه واحد، انتظار مباراه تونس كانت اصعب من اي حاجه. اصعب. انت كل شغلك الشاغل تونس بتلعب ازاي، بيلعبوا بكام طريقه، طريقه لعبهم عامله ازاي. اتفرجنا على ماتشات لايف ليهم اللي هو كان الماتش الثالث، تونس كانت بتلعب المغرب وتعادلت معاها. تعادلت معاها تخيل انت 2-2. فرقه خسران منها خمسه واللي انت هتلاعبها متعادله مع المغرب. اوكي بالظبط. يعني وخلي بالك هي الفرقه مش ما كانتش قويه جدا برضو في ماتش المغرب، يمكن المغرب ضيعت جوان كتير جدا، ولكن تونس قدرت راحت باربع فرص جابت جونين، جابت جونين على عكس المغرب يمكن راحت بتسع فرص جابت جونين. فعندهم خط دفاع قوي وعندهم سترايكر لعيب كبير جدا، واعتقد ان الولد ده هيروح اوروبا في احسن حته. انا ما اعرفش هو محترف ولا لا بصراحه، بس هم عندهم باك رايت عالمي في منتخب تونس. عالمي بصراحه يعني ما شاء الله. اللافت للنظر كابتن احمد، اسف لو قطعتك، لا اتفضل. انت بتلعب المغرب تسعه او عشره في الملعب اساسي كلهم في اوروبا تمام محترفين. تمام. طب اللي مش محترفين بيلعبوا فين؟ الناس تقول لك هل في اكاديميات ولا هل في انديه الرجاء والوداد في قطاعات الناشئين؟ هناك نظامهم زينا ولا نظام مختلف؟ لا هناك مختلف تماما. ازاي بقى؟ خلي بالك الرجاء والوداد ما فيش لعيبه كانت من عندهم، كان في من كان في من الجيش الملكي لعيب، وكان في من اعتقد على اولمبيك باين، اولمبيك فاسي باين، اولمبيك اولمبيك الفاسي اسفي، حاجه كده مش فاكر يعني. اولمبيك اسفي. والباقي ماشي، والباقي كلهم اكاديميه محمد السادس. اكاديميه. الاكاديميه احسن من اي نادي موجود في المغرب وممكن في افريقيا كلها في التعليم والتاسيس، واللعيبه بيبقى احتكاكها مع لاعبي اوروبا بس. حتى الماتشات بيطلعوا يلعبوا هنا ماتشات في بره. اوروبا، ما بيلعبوش في المغرب غير قليل جدا. متاسسين صح، جايبين لهم مدربين خاصين ودكاتره ومدرسين للدروس، مش بس دروس، لا دروس تاهيليه، بيعلموهم لغات وبيعلموهم ثقافات وبيعلموا يعني. اكاديميه محمد السادس دي حاجه ما شاء الله كبيره جدا. اعتقد ان خرج منها اشرف حكيمي، خرج منها ياسين بونو، خرج منها اشرف حكيمي وياسين بونو، في لعيبه كتير على فكره عشان بس ما ننساش حد. لا يعني هم لعيبه كتير جدا خرجوا منها، فهي مؤهله. اعتقد في لعيبه في منتخب الشباب برضو بتاع ال 20 سنه في من اكاديميه محمد السادس. فهي لا هم هناك الشغل يعني اعتقد بيشتغلوا على قدم وساق يعني. نتمنى، بص لاول مره اقول لك نتمنى نحظو حظهم في هذه النقطه في يعني، هذه الجزئيه وهذه الفكره. طبعا طبعا. هرجع لك لتونس. تونس مثلا بس عندها تونس برضو. المغرب كان عندها لعيب محترف بيلعب في اوروبا مع منتخب هولندا. هولندا نحكي ده يعني ده كابتن منتخب هولندا. كابتن منتخب هولندا اسمه عبد الله الوزان. عبد الله الوزان كان بيلعب، هو كابتن منتخب هولندا رقم 8، بيلعب في اياكس. بيلعب 8 يعني في الملعب مكانه مركز مركز 8. كان كابتن منتخب هولندا، لعبه في التصفيات بتاعه اوروبا وهولندا ما وصلتش، فالمغرب طلبته فجه لعب مع المغرب. وعلى فكره بعد الماتش الثالث لما ضمنوا الصعود بعتوا له طياره خاصه من اياكس تاخده، عشان كان عندهم ماتش في بطوله اوروبا الناشئين. ده وضع مختلف تماما. لا ده لعيب، ده لعيب ان شاء الله هيبقى حاجه كبيره قوي في العالم. يعني بصراحه يعني لعيب كبير جدا عندهم احمد موقع. انا قلت لك لعيبه عندهم، لا عندهم كميه لعيبه رهيبه. المغرب قدامها 10 15 سنه كمان هتطلع لك حاجات محترمه. عارف